مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا النهارده موجودين في كفر الشيخ، تحديدا في كنيسه دير القديسه دميانه او الشهيده دميانه، في رحله عاملها جمعيه تنميه واحياء التراث المصري. والجمعيه دي ليها دور كبير جدا، بقى لها سنوات طويله، جمعيه غير هادفه للربح، كل هدفها انها تروج بشكل جيد للتراث المصري سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي. عايزين الناس تعرف، وخاصه رحله العائله المقدسه ليها باع طويل من العمل من خلال الجمعية، عاملين دور كبير جدا جدا الحقيقة. ان فيها كبار المسؤولين، يمكن ناس سابت مناصبها او خلاص طلعت معاش، لكن دورها كبير مازال، وبيعملوا ادوار مهمة جدا جدا في تعريف الناس بنشاطات الجمعية وبالتراث المصري بشكل عام. وزي ما قلنا، من اهمها رحلة العائلة المقدسة. عشان كده احنا موجودين في كفر الشيخ. كفر الشيخ من الاماكن هي وسخة اللي فيها يعني حكايات وقصص تخص العائله المقدسه، فيها بالنسبه لكنيسه سخا او كنيسه مريم او العذراء، فيها قدم المسيح او السيد المسيح، ودي حاجه معجزه مش موجوده في العالم كله غير يمكن في القدس. فخلينا النهارده نشوف حاله مميزه، نشوف دور الجمعيه، نشوف ايه المعوقات اللي بتقابلهم والنجاحات اللي حصلت. أنا سعيدة جدا باللقاء ده، لأن احنا طول عمرنا عارفين سيادة المحافظ، بنشوفه على الشاشات، بنشوفه في لقاءات مؤتمرات صحفية، لكن أول مرة نقعد مع حضرته ونتكلم معاه ونشوف الشخصية اللي كان ليها قرارات كتير جدا وقت ما تقلدت منصب محافظ، كانت ليها تأثير كبير في مصر الحقيقة بشكل كبير. لكن الجميل إن احنا نكتشف جوانب رائعة، جوانب محبة لبلدها جدا، وأفكار برضو بره الصندوق. معانا سيادة المستشار، مستشار الوزير عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء وتنمية التراث المصري. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اولا انا سعيده جدا ان احنا حضرتك معانا، واعتقد النهارده الرحله اللي احنا عاملينها والجوله اللي احنا عاملينها ما كانتش ممكن تبقى بالجمال ده من غير حضرتك. اشكرك اشكرك. دي حقيقه. يوم حافل، لقاء ممتع، ضيافه ممتازه، من سواء من كنيسه سخا او دير القديسه دميانه. والحقيقه كان يوم ممتع من كل الوجوه، واهمها لعلي فيما يخصني يعني تأكيد أهمية مسار العائلة المقدسة وإحياء هذا البرنامج دينيا وسياحيا بالنسبة لمصر الحقيقة. بالتالي أبادر بتقديم كل الامتنان لقداسة البابا تودروس الذي يعني تفضل مشكورا وأشار بأن أكون مسؤولا عن هذا المسار. إن شاء الله هذه الزيارة مع زيارات أخرى عملناها في بعض المواقع الأخرى الخاصة بالمسار أن تكون تأكيدا للترويج لهذه الفكرة المقدسة داخليا وخارجيا. هذا الأمر أكدناه في زيارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي بارك هذه الخطوات مشكورا، أيضا لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي بارك هذه الخطوة واعتبر أن هذا المسار جزء من مسار الحج المسيحي. والآن احنا بنؤكد ونلقي الضوء على هذه المواقع المختارة بالنسبة لمن يريد أن يزور هذه المواقع. المواقع الحمد لله بدأت تتأهل لاستقبال هؤلاء ضيافة أو خدمات، ولكل واحد يريد أن يزور أن يختار الموقع الذي يناسبه مكانا وزمانا بحسب الأحوال. طيب سيادة المستشار، يعني في مدينة أو قرية صغيرة كده في فرنسا، مجرد أن بنت حلمت بالعذراء، القرية دي بيروحها ملايين السياح، السياحة الروحية أو الدينية، بالملايين من العالم كله لمجرد أنها حلمت بالعذراء. طب إحنا عندنا قدم
طفل عنده 2 سنين و8 9 شهور، وعندنا ايقونات ما حصلتش، وعندنا اماكن يعني مؤكد انه المسيح كان موجود في هذا المكان، ومعجزات كتير جدا وخروج عيون ميه وحاجات الحقيقه تفاصيل. فكره انه مش عارفين نعمل الدعايه الكافيه انه العالم كله يسمع عننا بشكل جيد. احنا بنتحرك، ويمكن جمعيه حياه تراث بتتحرك كمان، بس يمكن في شكل برضو حتى الان داخلي عاملين شغل كويس جدا جدا، لكن لسه بنتكلم على المردود المحلي. حضرتك شايف ازاي ممكن نوصل للعالم؟ شوفي حضرتك حاجه، يعني انت حضرتك اشرت الى جزء مما خص به ربنا مصر من فضل. لا، مصر ربنا خصها بحاجات كتيره جدا. اللي حضرتك قلتيه ده من الامور اللي لو الواحد تمعن فيها يعني لابد وان يعني يشكر ربنا على ما تفضل به على مصر. الناس ممكن تسال يعني ايه اللي يخلي مثلا الامر الالهي بان يطلب من السيده العذراء وطفلها الرضيع مع زكريا انهم يعني يهربوا من انهم يروحوا مصر ويمكثوا قرابه 4 سنوات وعده شهور. ما كان الله يستطيع ان يفعل ما يريد دون هذا المسار وهذا التعب وهذا الارهاق، وان له حكمه ان يخص مصر بان يتربى المسيح صغيرا الى ان يبلغ طفلا ويمر بالاف الكيلومترات بهذه الصوره بمباركة من كل المواقع. ده شيء خيال غير عادي في العملية. إذا يعني أخذنا هذا الجانب، تشوفي مصر ربنا يعني فضلها بإيه؟ فضلها بأنه المكان الوحيد في الكون كله، مش بس الكرة الأرضية، الذي ظهر وتكلم على أرض مصر. معجزة. يعني أنا دايما أقول مثل هذه المعجزات لم تحدث في المدينة المنورة، لا، ولا مكة ولا القدس. مصر فيها من الأمور ما لا يمكن أن يعد ولا يحصى. شق البحر، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم وهاجر، ماريا القبطية، هناك من الأمور ما لا يعد ولا يحصى. أكرم الله بها مصر وعليها أن تعتني بمثل هذا الأمر. وأنا شايف أن الدولة بدأت تهتم بهذا المسار مرة أخرى، والحقيقة تعطي التعليمات اللازمة، بدأت تهتم بالتجلي الأعظم إلى آخره. ليك نشاطات كتير جدا من ضمنها طبعا مع الجمعية، وكان في زيارة لروما البابا الفاتيكان، فخلينا نتكلم عليها ومردودها ايه، وكان نفسي يبقى بيحصل عليها ضوء اعلامي اكبر من اللي حصل. هو حضرتك هذه الزيارة تمت بترتيب من سيادة السفير جمال متولي مساعد وزير الخارجية وحرمه الدكتورة منال متولي، اللي رسمت، هي فنانة فضلا عن يعني شغلها، عدة لوحات لمسار العائلة المقدسة، مناطق كثيرة معروفة، رسمت الحياة يعني لوحات رائعة.
فأخذنا لوحة من هذه اللوحات ورحنا، كان أنا والمهندس نادر الحقيقة والدكتورة منال وبالترتيب، ورحنا زرنا بابا فرانسيس في الفاتيكان. الحقيقة استقبلنا وتناقشنا معاه لدعم مسار المسار المسيحي ومسار الحج الذي اعتمده في هذا الأمر. كان تأكيد لزيارة للبابا القاهرة وإعلانه بأنه هذا المسار سوف يدرجه في هذه الخطة. إن شاء الله. احنا أردنا أن نؤكد وأن ندعم وأن نذكر قداسة البابا. الحقيقة كان الحقيقة متذكر كل شيء، بارك هذه الخطوة وتقبل اللوحة هدية وعلقها موجودة في الفاتيكان حتى الآن. والحقيقة أرسل خطاب يعني امتنان لي كرئيس الجمعية، جمعية التراث الحقيقة، عن طريق سفير الفاتيكان في القاهرة، ولدينا على اتصال به لتأكيد هذا الفضل. الحقيقة احنا ماشيين في هذا الاتجاه، وبإذن الله سنلقى كل أثر إيجابي لهذه الزيارة. حياتك كتير في رحلة العيال المقدسة، ورحت أماكن كتير جدا. إيه أكتر مكان يعني حسيت فعلا فيه بالمعجزات، أو حسيت أنه وقفت قدامه؟ شوف حضرتك، كل مكان كان له أثر معين. يعني في سخاء الواحد شاف الحجر وأثر المسيح عليه، قدم المسيح عليه أو يد المسيح عليه. دير الحقيقة القديسة دميانة مع كل هذه الأثار اللي بتفكرنا الحقيقة شيء رائع. يعني رحنا وادي النطرون له طعم آخر. أي مسار للعائلة المقدسة له طعم. عائلة مكثت في هذا المكان أيام، في هذا المكان أشهر، في هذا المكان أسابيع. كان هنا بئر ببركة المسيح دار من هنا، وشجيدت كنائس في كل موقع. الشيء الحقيقة متكامل جميل، كل مكان كان له طعم زي ما بقول. فإن شاء الله يكون هذا المسار المقدس يعني على خطة الدولة القومية بإذن الله. أشكرك سيادة المستشار. شكرا جدا. الرحلات التعريفية والمجهود الكبير اللي معمول من خلال جمعية تنمية وحياة التراث عاملة شغل كويس جدا جدا في تعريفنا بكل ما يخص رحلة العيال المقدسة، كل ما يخص التراث المصري. والحقيقة أنه النهاردة احنا في يوم مهم جدا من الأيام دي، ومعانا الرئيس التنفيذي لجمعية تنمية وحياة التراث الأستاذ نادر جرجسي. أهلا وسهلا. أهلا بيكم، منورين كفر الشيخ والدهلية وسخة والدير القديسة دميانة. أستاذ نادر، معودنا دايما أن رحلاتك مميزة، وحتى فكرة أن احنا هنروح مشاوير كبيرة ومشاوير بعيدة بنبقى متحمسين، لأن احنا بنعرفين احنا هنشوف حاجة مختلفة، حاجة مميزة، نعرف أكثر عن بلدنا. خلينا نتكلم على الرحلة النهاردة، كانت عبارة عن إيه، وفكرت فيها إزاي، وإزاي تم التواصل مع القساوسة والبابوات وخدام الكنيسة هنا والكنيسة التانية في سخا. فحكينا كده على الموضوع تم بترتيب ليه إزاي، وأنا الحقيقة شايفة ناجح جدا جدا، ونتمنى إن شاء الله أن التغطية الإعلامية كمان تكون على قد المستوى. الحقيقة يمكن الفكرة وليدة أن إحنا كجمعيات أهلية في مصر مهتمين بالتراث المصري، جمعيات كثيرة وعديدة جدا، لكن ينقصنا التنسيق بيننا وبين بعض. فارتقينا أو إحنا كمجلس إدارة الجمعية بالتنسيق مع قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر ونيافة الأنبا يوليوس، ارتقينا أن إحنا يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجمعيات بعضها والبعض للمسار كبير جدا. زي ما أنتوا عارفين 2900 كيلومتر ذهابا وإيابا، مروا ب 12 محافظة، 3 سنين و11
11 شهر ما يقارب 4 سنين. موضوع كبير جدا ما تقدرش جمعية واحدة تقدر عليه ولا الدولة لوحدها تقدر عليه. فإحنا قلنا لازم نشتغل كتف بكتف إيد بإيد، واللي يقدر يقدم حاجة للمسار يقدمها بدون تداخلات وبدون أن حد يستقل بنفسه ويعتبر أن المسار ده خاص به هو. المسار ده تراث مصر، تراث كل المصريين كانوا أقباط أو مسلمين، لأن ده تراث بلدنا اللي مصر بتنفرد بيه وبتتميز بهذه الميزة التنافسية. بننسق مع أساقفة المسار، وزي ما قلت المسار مر ب 12 محافظة، وكل الأساقفة الحقيقة بيبقوا عندهم ترحاب كبير جدا، ويمكن أنتوا لاحظتوا ولمستوا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة قد إيه. كل أسقف في إبروشيته عايز إبروشية بتاعته تبقى أحسن حاجة وتستقبل أكبر عدد من الوفود السياحية بعد ما نأهلها وتبقى مهيئة لاستقبال الوفود، لأن زائر هذا المنتج هو له طبيعة خاصة وله صفة معينة. زي ما منظمة اليونسكو قالت أن 80% من زائر هذا المنتج هم كبار سن ومرضى مسنين، فلما أنا بستهدف الكبار السن والمرضى المسنين يبقى أنا لازم أرفع كفاءة هذه المواقع بما يتلائم مع طبيعة هذا الزائر عشان أقدر أوصل إلى العدد اللي هو مستهدف من المنتج ده. نمط السياحة الدينية يا أستاذ ريم، لما منظمة السياحة العالمية بتعمل تقرير كل سنة بتصنف أنماط السياحة في العالم وقد إيه كل نمط حاز على نسبة من التورتة الكبيرة بتاعت السياحة، وجدوا أن 27% من إجمالي عدد السياح اللي بتزور العالم يندرجوا تحت شريحة السياحة الدينية والفي اف ار. لما أنا ألاقي 27% من إجمالي عدد السياح وزار العالم 1.4 مليار سائح، 27% ده رقم مش قليل. طب أنا لو مصر بيخش لي 10 مليون سائح وعندي أنا من المقاومات من السياحة الدينية زي ما أنتوا شفتوا ولمستوا الكثير والكثير والكثير، يبقى أنا على الأقل 3 مليون من ال 10 مليون دول حصة نمط السياحة. تنويع نمط السياحة ده بيساهم في تدفقات الأعداد السياحية ويساهم في النقد الأجنبي. احنا في أشد احتياج للنقد الأجنبي، عندنا كنوز في مصر الحقيقة تقدر تضمن لنا من الموارد النقد الأجنبي المبالغ التي تكفي مصر من احتياجات وتزيد، بس نشتغل على الملف ده. ليه احنا مهتمين بنمط السياحة الدينية؟ نمط السياحة الدينية لعلمك الخاص من الأنماط الثابتة. يعني ايه الانماط الثابته؟ يعني مثلا لو انا اتكلمت عن سياحه ثقافيه، هل هي سياحه ثقافيه متغيره سنه تزيد وسنه تقل؟ متارجحه. حتى السياحه الشاطئيه متارجحه، لكن اجي هلاقي انه نمط ثابت. يعني انا لو ابتديت كمستهدف كمرحله اولى اجيب 1 في 1000 من إجمالي تعداد مسيح العالم، وليس المستهدف فقط مسيح العالم، لأن أنا لما بتكلم على تراث بلدي بتكلم على تراث يخص العالم كله، الإنسانية كلها. فيبقى أنا بتكلم 1 في 1000 من 2.4 مليار، بتكلم على الأقل في 2 مليون. ده اعتبريه بيزك كده، يعني الحد أبسط حاجة أقدر أنا أبني عليها وأبتدي في تزايد. بس أنا عشان أصل إلى هذا النمط من السياحة زي ما احنا شفنا النهاردة، لازم الأول أهيئ الموقع، أرفع كفاءته. مش أرفع كفاءته أن أنا يعني أجيب نجفة، لا، في بعض احتياجات بسيطة جدا خدمية. وأنا كثيرا في الإعلام ذكرتها، لما جم منظمة أوبرا رومانا وهي تعتبر وزارة السياحة في دولة الفاتيكان في رحلة تعريفية في ديسمبر 2017، قبل ما يدرجوا هذا المنتج في الكتالوج، طلبوا من معالي الوزير في ذاك الوقت حاجات بسيطة جدا، ولما أسردها أي حاجة يعني تقدر تنفذيها بمنتهى البساطة. واحد قالوا مثلا معظم المحطات بتاعة المسار زي المحرق، زي جبل الطير، زي وادي النطرون، زي الست دميانة، احنا محتاجين يبقى فيه مركز طبي مش مستشفى دولية.
بتكلم مع الباشمهندس على فكره ان يبقى فيه هليكوبتر. زمان الرئيس سادات كان بينزل اي مكان كان معمول له مهبط طائره هليكوبتر، وده ممكن يبقى في التوصيل ودلوقتي فيه هليكوبتر كبير هتسع عدد كبير وتنزل، وخاصه السياحه دي ثريه، وبتبقى ناس طلعت معاش واخده بقى الفلوس المعاش بتاعتها وعايزه تروح تعمل زيارات الاماكن العائله المقدسه، تعمل زيارات حج. ففكره ان يبقى عندنا مهبط لطائرات هليكوبتر، وزي ما حضرتك بتقول يبقى، والفكره الجيش عنده في حكايه الهليكوبتر الاسعاف، فايه المانع ان يكون ده موجود؟ واعتقد هيسهل امور كتير جدا وهيوفر على ناس مشاوير، ممكن اصلا ناس تلغي رحلات لمجرد انها بتمشي مثلا ساعات ما بين المدن. انا يعني بشكرك على الطرح ده، وخليني اكد لك ان مصر بتتمتع بخدمه الاسعاف الطائر. نرجع بقى للكافيتيريا. انا النهارده مثلا شفنا سخه، سخه مثلا من المواقع الفريده، حجر اثر بقاله 2021 سنه، ومش اي اثر، والناس تتهاتف ان هي تيجي على المقريزي. كان قال الناس تذهب الى سخه تحج الى سخه كانها زارت القدس يعني. فالنهارده مكان زي كده، هل لاحظتي ان انا ما عنديش قاعه اقدر اجمع فيها استقبل 100 سائح في مكان مكيف استقبلهم، ويقدروا ياخدوا بعد ما يزوروا هذا الاثر العظيم شاي او قهوه او ساندويتش يستريحوا من المشوار او عناء السفر؟ يعني حاجه بسيطه. الكنيسه ما بتتاخرش، الكنيسه بتصرف على نفسها وما بتطلبش اي دعم مادي من الدوله، بل بالعكس بتقدم مقترحات وبتقدم رسومات وبتقول نتحمل نفقتها، بس احنا محتاجين تسهيلات في الاجراءات. يعني انا لما اتقدم بمشروع والكنيسه بتتبناه وبتذكر ان هي بتقوم على نفقتها، لازم اجري اسهل هذا الامر، عشان انا كمان هيبقى في مردود للدوله. انا لازم يبقى ليا نظره مستقبليه شويه، ما ابصش تحت رجلي. النهارده انا لما كنيسه بتتعاون معايا، المجتمع المدني بيتعاون معايا، لازم يبقى في راعي بقى رسمي للمشروع ينسق. نستغل حكاية الأحداث اللي بتحصل في فلسطين، إنه ناس كتير لغت الحج والسفر للقدس، معرفناش إزاي نتواصل مع الوكالات بتاعت السياحة دي ونقول لهم لا تعالوا ده احنا عندنا هنا حاجات كويسة، يعني زيارة رائعة كان ممكن يتم استغلالها بشكل أفضل، زي ما تركيا بتعمل وزي ما الدول دي بتستغل دايما الأحداث الصعبة. أنا مش عايز أخدك، احنا لما اعتمدنا البرنامج ده من الفاتيكان وقداسة البابا فرانسيس دعا مسيح العالم للحج إلى مصر على خطة مسار العائلة المقدسة، ولاد العم كانوا بيراقبونا، كانوا بيتابعوني، كل تصريح كنت بطلعه في الوقت ده كنت بلاقي ولاد عمنا متابعينه وبيترجموه ومتخوفين من النمط ده يسحب السجادة من تحت رجلهم، وكان في أيدي خفية بتحول دون أن هذا المشروع يظهر إلى النور أو يرى الشمس، زي ما يكون بيحوله دون أن ده بديل. حضرتك قلتي دلوقتي أن أحداث غزة أثرت على تدفقات السياحة الدينية للقدس، أنا البديل للقدس. حضرتك زمان الأثيوبيين كانوا يروحوا حجوا في المحرق بالنسبة لهم ده نص تقديسة، وكان يجوا من أثيوبيا لغاية المحرق بقوافل وأعداد مهولة للحج إلى المحرق. فالنهاردة يعلموا جيدا أن مصر هي البديل للسياحة الدينية في العالم، ولا يوجد بديل آخر، لكن احنا محتاجين الفرصة لسه موجودة يا أستاذ ريم. بتفرض النوع ده من السياحة، الناس دي واصلة ومنتظرة
ان يحصل تبني رسمي حقيقي من الدولة لهذا النمط. المجتمع المدني جاهز للدعم، شركات السياحة الخاصة جاهزة للدعم، الكنيسة بتقدم كل غالي ونفيس من أجل هذا المسار. ده لو حصل أنا بأكد لك مصر دي الواجهة بتاعتها هتتغير. 30 مليون ده ممكن يبقى هتبقى قبلة لهذا النمط من السياحة غير مسبوقة. هيحصل ان شاء الله، وبدعمكم وبدعم جهود كمان المجتمع المدني ومنظمات زي الجمعية كده ان شاء الله الامور هتتحسن اكيد. انا بشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم للمسار ومحطات ونقاط مروره وتواجدكم دايما في هذه المحطات لتخطيطها وابراز اهميه هذا النمط للاجهزه المعنيه، لعل تجد صدى وتصل الى اذان متخذي القرار لاتخاذ القرار الصائب ان شاء الله. شكرا. ممكن جدا نبقى بندرس طاقة وبترول وبيئة ونبقى خبراء في هذا المجال ونبقى عاملين دكتوراه كمان، لكن ده ما يمنعش ان لينا نشاط كبير جدا في المجتمع. احنا معانا دكتورة منال متولي وهي خبيرة في مجال البترول والطاقة والبيئة، وكمان هي عضو رئيسي وأمين عام لجمعية الحفاظ على التراث. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وانا متابعاكي وشايفه ان ليكي شغل كبير كتير جدا جدا، سواء بقى في مجال احنا اتقابلنا قبل كده وعملت معاكي لقاء في مجال الطاقه والتغيير الطاقه ده بالنسبه لي انا، وكمان شايفاكي بالنسبه للجمعيه جمعيه الحفاظ على التراث عامله شغل كويس جدا جدا، لدرجه ان بيتم دعوتك او بابا الفاتيكان عمل لك دعوه ورحتي هناك وكان في مفاجاه. فخلينا الاول نتكلم على، يعني خلينا نجيب شويه على جنب كده الطاقه والبترول ونتكلم عن الجمعية وانضمامك ليها والدور اللي انت عاملاه الحلو ده. اولا اسم الجمعية اسم فريد واسم بدور عليه من زمان، جمعية تنمية واحياء التراث المصري. ثانيا اعضاء الجمعية سيادة المستشار عادل حسين من الشخصيات اللي انا بحترمها وبقدرها، نادر بيه جرجس، اللواء اشرف يعقوب، الدكتورة منى زكي، شخصيات عظيمة وناس كتيرة عشان ذكر الاسماء والكتيرة، يعني كلهم بحترمهم وكلهم قامات كبيرة جدا. لما دخلت حبيت ان انا اكون جديرة بالاسم والحاجة دي كنت بحبها جدا، ان انا رسامة اصلا، بحب عندي كذا موهبة فبحب اطوع المواهب بتاعتي لخدمة البلد. فلما دخلت قعدنا نفكر خارج الصندوق ازاي ممكن ان احنا نخدم بلدنا، فكرنا ان احنا نعمل لوحات تبين مسار العائلة المقدسة ولكن بشيء تاني مختلف تماما. احنا اخترنا اهم 7 مسارات للمسارات العائلة المقدسة، لان مصر بتمتاز بثلاث حاجات الحقيقة او 4 حاجات. مسار العائلة المقدسة، الاهرامات، سانت كاترين، والنيل. ده في وجهة نظري هم 4 اهم حاجات في مصر. ده غير بقى شعبها وتراثها وحضارتها وكل حاجة فيها جميلة. لما دخلت الجمعية فكرت بشكل مختلف ان احنا نعمل حاجة خارج الصندوق ونكون اول ناس عملناها، كانت ان احنا نرسم مسار العائلة المقدسة بس من التاريخ، يعني لوحات اوريجينال، لوحات ما اتعملتش قبل كده، تلف العالم من غير ما تكون اتعملت الناس هي اللي تعمل عليها كوبي، ويكون ستايل لوحة ستايل مختلف تمام. فمسكت التاريخ وقعدت أقراه، ساعدوني كمان أعضاء الجمعية في شوية حاجات كنت بسألها، وبقيت حتى اللوحة فاضية كده قدامي
وقعدت اقرا في التاريخ. مش دارسه فن، مش دارسه حاجه ليها علاقه بالرسم؟ لا، انا اصلا عندي موهبه الرسم من زمان، من ايام ما كنت في الجامعه. بعدين لما سافرت ايران حرم نائب سفير، فدرست الفن 4 سنين في ايران، لان ايران بتهتم جدا بالرسم والبيانو. فدرسته، كنت يوميا الساعه 9 الصبح للساعه 5 العصر باخد دروس، يعني لدرجه ان انا عملت 2 معرض برضه لمصر في ايران، كان اسمه ايران بعيون مصريه، كانت بتفتتح مستشارة أحمد نجاد، وقالت لي أنت تفوقتي على أساتذتك اللي درسوكي وكده. ده كان مشجعني أنه البروفيسورز الإيراني، بالضبط البروفيسورز، المدرس بتاعي الإيراني قال لي أن أنا تفوقت عليه، فبقيت أستخدم رسمي لخدمة مصر. قسمتها نصين، النص الأولاني في القديم لما السيدة مريم دخلت المكان، كان المكان صحراء وكان مفهوش زرع وكان مفهوش حاجة أساسا، فكنت رسمة اللوحة على محورين، المحور وهي داخلة قبل الدخول، وبعد الدخول اتعملت عليها كنيسة وسميتها كنيسة السيدة مريم، واخضر المكان وبقاله حياة تانية خالص. حبيت ان انا اوضح قبل وبعد ازاي الحياة، نبض الحياة اتغير، وعشان ان انا كنت حط هدف ان اللوحات دي تلف العالم. فحصل في ايطاليا اول مرة تحصل في العالم معرض ديني في ولاد في الشنزة في ايطاليا. سافرنا بمجهودنا وصممنا ان احنا مهما يكلفنا الامر ومهما يكلفنا ماديا وتعب سفر، ان احنا لازم ناخد التجربة، ودي تجربة مهمة جدا ان احنا نوري العالم كله ما صلى على المقدسة. سافرنا انا وسيادة المستشار عادل حسين ونادر بيه. لما سافرنا في الشنزة وعرضنا اللوحات، لقت اعجاب كبير جدا من الايطاليين، وقعدوا يسالوا مش مصدقين الجمال ده موجود في مصر، وازاي الاثار الجميله دي موجوده والكنائس بالجمال ده في مصر. فجانا محافظ في الشنزة وابدا اعجابه للوحات بتاعتنا، واعجب جدا بيها. تاني يوم فاجئنا بدعوه قداسه بابا الفاتيكان لينا، ودي كانت يعني الحقيقه دي كان حلم عمري، كان الحلم ان انا أوصل لمقر الفاتيكان. سافرنا تاني يوم على روما، دخلنا الاحتفال بتاع قداسة بابا الفاتيكان، وكنا تاني صف، ونزل لينا سلم علينا، وقفنا تكلمنا معاه. قلت لهم كان مقر الفاتيكان يضم تقريبا كان ساعتها 4300 واحد كانوا قاعدين شايفين اللوحة وأنا برفعها مع سيادة المستشار عادل حسين ونادر بيه، ورفعتها لفوق وكله قاعد يسأل ايه دي. فاتكلمت باللغة الانجليزية وكان فيه مترجمة، وقلت انا مصرية مسلمة، لكن انا بعشق الأديان كلها وبحترمها، وفخامة الرئيس زرع فينا حب المواطنة، بس انا متأكدة ان مش سمعيني بس ال 4000 وشوية، انا بخاطب 2 مليار و200 تقريبا مسيحي على مستوى العالم. فاترفع العلم المصري واحنا بنتكلم على التلفزيون الايطالي 3 دقائق، 3 دقائق رحب بينا قداسة البابا، والمفاجأة ان هو في ساعتها امر بتعليق اللوحة اللي هي جبل الطير في مقر الفاتيكان في الساعة واللحظة، أخذها وقال دي تتعلق في مقر الفاتيكان، ودي اللوحة الوحيدة في العالم. المزار بقى المصريين اللي ممكن يروحوا هناك لازم يزوروا اللوحة بتاعتك. اللوحة بتاع جبل الطير، وكتبت عليها اسم مصر.
واتعلقت في مقر الفاتيكان. الحلو بقى ان انا لما رجعنا مصر جاء 1/6 انها بقت خلاص بقت احتفال رسمي للعائلة المقدسة، ما فاتناش. والدكتورة منى زكي قالت لي يلا نعمل معرض للعائلة المقدسة في متحف الحضارات، عملناه. فجيت ان انا لازم اعرض اللوحات اللي انا كنت عرضها، كانت ناقصة لوحة اللي هي جبل الطير. عملت ايه؟ قلت انا مش هرسمها تاني، يعني اتقال لي كذا حد قال لي ارسميها مرة تانية. برافو، انا مش عايز اعمل كوبي وانا بديها لقداسة بابا الفاتيكان. طب ازاي بديله لوحة تتعلق في مقر الفاتيكان واوريجينال ويبقى في منها نفس الاوريجينال لان انا اللي رسمها. فقررت ان انا اللوحة دي بتاعت جبل الطير اصورها واحطها على لوحة هي تصويرها وهي وانا بديها لقداسة بابا الفاتيكان عشان اقول له رسالة قداسة بابا الفاتيكان شرف ليا ان حضرتك تاخد لوحة بتاعتنا وتتعلق، وعمري ما هعمل لها كوبي ابدا. انا سعيدة بيكي جدا وشايفة حماسك وعارفة ان في مشروعات كتير بتفكري فيها. ان شاء الله قريب كمان نكون بنتقابل تاني وتحكي لنا بقى الانجازات اللي انت عملتيها مع الجمعية وبالذات فيما يخص رحلة العيلة المقدسة. بشكرك. الف شكر مريم، الف شكر. الشخصيات الجميلة كمان اللي قابلناها من خلال رحلتنا النهاردة دكتور مهندس مصطفى الغمراوي، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية ومن مؤسسي الجمعية وعضو مجلس إدارة. أهلا وسهلا بشمهندس. أهلا بحضرتك. وأنا سعيدة أن بنتك الكبيرة اسمها ريم، ده أول حاجة. فرصة جميلة. خلينا نتكلم على الزيارة النهاردة. أنا عارفة أن حضرتك من مؤسسي الجمعية ويمكن ليكم نشاط كبير جدا جدا كجمعية، والحقيقة أن فرقت على الأقل المصريين كلهم عارفين. ابتديتوا تعملوا تحركات في سفر البعض لروما ومقابلة البابا فرانسيس وكل النشاطات الكبيرة دي عشان نعرف الناس برحلة العيلة المقدسة جوه مصر. خلينا نتكلم على الإنجازات اللي اتعملت من خلال الجمعية وحضرتك كنت حاضرها غير كمان النهاردة. هو في الحقيقة الجمعية من ساعة ما أنشئت يعني كرست كل جهودها لإحياء المسار. أنا شخصيا من يعني مأخوذ بموضوع العائلة المقدسة من زمان جدا، وابتدى الانترست بتاعي ده من ساعة ما شاركت في مشروع لتخفيض المنسوب المياه الجوفية، وكان من الأماكن كنيسة أبو سرجة في مجمع الأدمان في مصر، وهي دي وفيها مهد للمسيح قعد فيه، فكانت روحانيا بالنسبة لي جدا تأثرت جدا. وبعدين أنا كوني عضو في اللجنة الدائمة للآثار المصرية ببقى في حالة يعني زي ما تقولي توافق ما بين الأماكن العائلة المقدسة وهي معظمها كنائس وأديرة، وما بين الآثار إذا كان مجلس أعلى الأثار أو وزارة أثار أو دلوقتي وزارة سياحة وأثار. فده بيديني الفرصة إذا كان في أي نوع من الأسئلة أو المشاكل إن أنا يعني أساهم في حلها. فيعني عملنا شغل هنا في كنيسة في الدير ست دميانة والأربعين عذراء من مدة، بصفة خاصة إن الدير ده في نوع من الشواهد الأثرية النادرة من القرن الرابع والثامن والحداشر والخمستاشر لحد مع يعني إنشاءات هندسية فريدة من نوعها غير يعني دي أنا كمهندس بتأخذني برضو. فهي دي اللي احنا بنعمله ولسه بنعمله في، وزي ما حضرتك عارفة يعني تنشيط السياحة مطلوب حاجات مش صعبة، سهولة الوصول ونظافته، ان يكون في المكان يعني دورات مياه كافيتيريا
كلام من ده، بس يعني بس يبقى فيه مكان صيانته كويسة وفي خدمات بسيطة أكيد أكيد أكيد. يعني الوصول لهنا أو الوصول لسخة ما هوش سهل. أنا عارفة أن السياحة الروحانية أو السياحة الدينية سياحة ثرية، يعني الناس بتصرف فيها كتير، ما عندهاش مشاكل غير السياحة الشاطئية، الحاجات اللي بتبقى باكج دي. طب يعني إيه المانع أن يكون عندنا مهبط طائرات هليكوبتر فوق بعض الكنائس، أو مش فوقيها يعني، يبقى فيه حاجة بحيث أنها ما يمشيش بقى في الشارع، ما يمشيش ساعة ونص عايز يروح كفر الشيخ، ما يمشيش ساعة ونص من سخة لكفر الشيخ، لا يبقى التنقلات، وبالذات ناس معينة، ناس اللي حابة أنها تزور الأماكن دي، يبقى في نوع من التسهيلات في الانتقالات، مش لازم تبقى بري. ما فيش ما يمنع اطلاقا، بالعكس ده شيء. لما رئيس السادات كده كان بالظبط كان بيفضل هليكوبتر، يعني على الاقل الاعداد معينه. اكيد هي فكره ممتازه ويسهل تنفيذها للانتقال وللاسعاف كمان، يعني بالنسبه لان الزباين او السواح بتوع الاماكن الدينيه في الغالب يغلب عليهم كبر السن، فيبقى الإسعاف الطائر أو الوصول بالهليكوبتر في الفناء أو أي حتة قريبة، ده فكرة أكثر من ممتازة الحقيقة، ونقدر نعدي بيها موضوع الوصول على بالضبط، خصوصا بالضبط وسكان وناس وبتاع، فده المنظور اللي احنا بنشوفه، وأنا ده منظوري كمهندس يعني وشغوف بالموضوع أصلا يعني. يعني فكرة ممكن تتحط في الأفكار بحيث أنها تتنفذ. طيب خلينا نقول نسمع العالم صوتنا إزاي؟ إحنا عندنا كم حاجات، أنا بقول لسه هم الحاجة الصغيرة كده يعملوا عليها إيفنتس ويعملوا عليها مهرجانات واحتفالات، وإحنا عندنا حاجات كتير جدا مش عارفين نروج. البنت بتاعت فرنسا دي اللي في لورد، قرية اسمها لورد، بيجيبوا ملايين من كلام يعني حتى غير موثق قوي، وإحنا عندنا غير العائلة المقدسة موضوع الزهورات بتاع السيدة العذراء مثلا في الزيتون مثلا، فإحنا ينقصنا وزوجته أيوة بالضبط، أنا كنت طالب في كلية الهندسة سعيد، فإحنا ينقصنا ردا على سؤال حضرتك بالتحديد يعني إن إحنا نخاطب الغرب بعقليتهم مش نكلم روحنا بالطريقة اللي الناس الناجحين في السياحة يعني تنقصنا النقطة دي، يعني لازم نشرح لهم بالطريقة ونجذبهم بالطريقة اللي هم يفهموها، طرق تسويق بقى، ناس طرق تسويق لها مختصين كبيرة. يا ريت يا ريت، يعني مش حاجة غير احترافية، لازم تبقى احترافية فعلا. بشكرك يا دكتور، واحنا سعداء بوجودنا معاكم بقى، ونتمنى ان شاء الله نبقى معاكم على طول في كل الرحلات اللي خاصة بالجمعية ورحلة العائلة المقدسة وكل ما يخص التراث المصري ان شاء الله. العفو، متشكر جدا.